شوبينج صار أهين على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين، ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. إذا كان الإزازة موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية اللي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $34 وللدوبل فيتراج ب $70، والأهم إنه مكفولة لمدة سنتين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية وين ما كنتوا بلبنان. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هير ريموفر يلي بتشتغل على الخيط، وهيك بطريقة كتير سهلة بتخلصوا من الوبر أو من الشعر الزايد إن كان بالوجه، الحواجب والجسم. ما بتسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع على عكس آلة إزالة الشعر. هير ريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر ومكوك خيط بضاين مدة طويلة كتير. هير ريموفر سهلة الاستعمال، مش بحاجة لتستعملوا الخيط بإيديكم، بسهولة بتوضعوا مكوك الخيط على هير ريموفر وهي كفيلة بأنه تقوم بعملية إزالة الشعر بكل سرعة وسهولة. مع هير ريموفر صار فيكم توفروا على حالكم وجع عملية إزالة الشعر وحتى الجروح أو الحساسية يلي أغلبية مكانات أداية الشعر بتسببهم. ومش بس هيك، رح توفروا مصاري لأنه بس ب $32 رح تتخلصوا من الشعر أو الوبر بطريقة سريعة أنتوا بالبيت ومن دون ما تزوروا صالات التجميل. تصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم ب $32 بس فري دليفري وين ما كنتوا لبنان. قد منتعذب ومنحاول نعمل سبور لحالنا بالبيت، مع روكن أبس بتنحل هالمشكلة لأنه بتسهلنا كل الحركات يلي بدنا نعملهم وما بقى في لزوم نروح على النوادي. روكن أبس منشيلها من الكرتونة ومنبلش بالأكسرسايز الهين لأول مرة، ومنشد عضلات الجسم كلهم، وهي بتشتغل على اللور والأبر أبس. سهلة الحمل، متينة وبتحمل قد ما بدنا وزن. كل يوم 10 دقايق من روكن أبس بتشوفوا كيف الشيب تبعنا بيتغير بسرعة. روكن أبس لكل يلي بدهم يشدوا عضلة جسمهم من دون ما يعملوا مجهود كبير، مكفولة لمدة سنة، وفيكن تحصلوا عليها ب $68 بس بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. هوس برو نربيش للمي لونه أسود، بس اللي بيميزه عن غيره إنه صغير الحجم، خفيف الوزن ومعمول من مادة مطاطية بتخليه يمتد على ضغط المي. يعني مجرد ما تنفتح الحنفية المي بتفوت على النربيش ليمتد وياخد حجمه الطبيعي. هوس برو له عدة استعمالات، فيكن تستعملوا لرش الجنينة، لغسيل السيارات، لتنظيف البيت، البلكون والشبابيك. مثل ما شايفين مجهز بمرشة لاستعمال أهين مكفول لمدة سنة. باختصار هوس برو خفيف الوزن، كتير براكتيكال وصغير، فينا نضبه وين ما كان بلا ما ياخد محل، وسعره بس $32، ومثل ما ذكرت مكفول لمدة سنة. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل عندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، أوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers الأصلي، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا. بمساحة كتير صغيرة صار فينا ننشر تياب كتير، وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر الثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه $60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية،
مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجنايزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا كل ما تشتروا 2 شو اورجنايزر بتحصلوا على الثالثه مجانا. بتوصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان بلا كلفه اضافيه. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.